مبدئيا كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الفنان عمرو يسري. أنا بحاول إني أكبر عدد بس يدخل، أكبر عدد يدخل معايا علشان يسمعني وأنا بتكلم. أنا هنا في نيويورك من 2 مارس، ومفيش بالظبط أسبوع تقريبا أو 10 أيام وموضوع كورونا ابتدى. أنا كانت تذكرة رجوعي يوم 18، وتقريبا دي كانت آخر طيارة يوم 18 إنها تنزل. بصراحة أنا خفت، لأن أنا في الأول ما مش عارف يعني موضوع كورونا ده هيحصل فيه إيه، مش فاهمينه، مش عارفين بيجي إزاي. يعني في هلع كده حصل، فخفت إن أنا أركب الطيارة، طيارة مقفولة فيها 300 وكسر، أي حد فيهم يكون عنده كورونا فيجي لي كورونا. الناس كلها لغاية يوم 18 مارس تقريبا، اللي هو يوم السفر بتاعي، ما حدش فاهم. فقلت ايه، اهدى، يمكن يطلعوا مصل للكورونا وعلاج، وبلاش اسافر دلوقتي، وكلها اسبوعين كده وبتاع، ويبعتوا ونشوف الدنيا ماشية ازاي يعني. المهم ان انا مركبتش الطيارة طبعا، وابتدى بقى مشوار الحجر الصحي، وابتدى مشوار ان يتفاقم الكورونا، تتفاقم. بعتوا طيارتين. الطيارة الأولى طيارة يوم 3 إبريل، وطيارة يوم 6 إبريل. الطيارة يعني احنا ابتدينا من بعد يوم 18 بالنسبة لي كعمر، يعني ابتديت لما لقيت الموضوع بقى ابتدى ياخد مكانه وكده هوت، ابتديت اتواصل بقى مع القنصلية ومع السفارة. نزلت القنصلية الأمريكية المصرية في نيويورك، فلقيتها قافلة، ولقيت بقالهم حوالي أسبوعين قافلين، وقالوا إن احنا نتواصل من خلال الإيميل. ابتديت أتواصل من خلال الإيميل، بعتوا لي ديباجة يعني زي أي ديباجة كده عادية، يعني مجرد إن أنت تبعت الإيميل فليترد على الإيميل على طول، يعني مش حد هو اللي كاتب يعني. بعد كده ابتديت أتواصل مع مصر الطيران، مصر الطيران قالوا ما فيش طيران. ابتديت أتواصل مع السفارة في رقم واتساب مصري، ابتديت أتواصل عليه. المهم إن أنا تواصلت لكل الناس ومفيش رد يشفي يعني. الطيارة بتاعت يوم 3 والطيارة بتاعت يوم 6 هما كانوا طالعين تبع واشنطن، راحوا لواشنطن، والمسافة ما بيني وبين ما بين واشنطن مصر، يعني سواء واشنطن أو نيويورك ومصر، حوالي 12 ساعة. فطبعا أنا معرفش حاجة هنا، مع إني رحت واشنطن وعملت الوقفة الاحتجاجية بتاعة سد النهضة، ورحنا يعني بباص ورجعنا بباص، وكان يوم شاق جدا، وسفر 5 ساعات علشان نعمل الوقفة الاحتجاجية ديت. فطبعا أنا معرفش حاجة هنا يعني الناس اللي هنا هم اللي خدوني وودوني وركبونا الباص وسافرنا وبتاع وكده فطبعا أنا اكتشفت أول طيارة ما عرفتش إنها جت، اللي هي يوم 3 ديت. وبعدين قالوا في طيارة بتاعت يوم 6، في طيارة يوم 6 أنا مش عارف أروح إزاي. قلت طالما بعتوا طيارة لواشنطن أكيد هيبعتوا هي طيارة الموضوع نيويورك، إني لأ يعني إن الطيارتين دول طالعين واشنطن بس. طب يا جماعة، يعني في هنا الولايات
بعيدة جدا، يعني مثلا عشان تسافر كاليفورنيا مثلا تركب لك طيارة 3 ساعات، لوس أنجلوس، نيويورك، مش عارف ايه، يعني هنا المسافات بعيدة عن بعضها، الولايات بعيدة عن بعضها. فالمفروض اني يعني يتقال يا جماعة مفيش طيران هيجي نيويورك، مفيش طيران هيجي غير واشنطن، بس اتصرفوا وحاولوا تيجوا واشنطن. فكان كل ده همي اني ممكن يجيبوا طيارة لنيويورك، خصوصا ان في مصر الطيران تقريبا شبه يوميا، تقريبا بتطلع طيارة لنيويورك وترجع، طيارة لنيويورك وترجع تقريبا يعني، واخد بالك. فطبعا مركبتش لا بتاعت 3-4 ولا بتاعت 6-4. طبعا الأحداث اللي حصلت اللي أنا عايز أتكلم فيها عموما، اللي هي إن بعد كده حصل اللي هو النزول والحجر الصحي ال14 يوم، والبلبلة اللي حصلت علشان صندوق تحيا مصر يقول احنا الناس دي متضررة، فاحنا هننزلهم الحجر الصحي على حساب تحيا مصر. وكتر خيره رئيسنا السيسي انه عمل حاجة زي كده، وطلع قال ان كل الناس العالقين جايين على صندوق تحيا مصر. أفاجئ النهاردة الصبحية ببيان طالع يوم 15 اللي هو امبارح، إن الناس العالقين ياريت يتواصلوا معنا. أنا فرحت، فلقيت بند رقم 2، أنا رقم 2 بيقول إن عليك إنك تدفع تذكرة الطيارة. طب ما أنا عندي تذكرة العودة بتاعتي، فمن الواضح ان مثلا تذكره العوده دي ملهاش اي قيمه، ان كانها مثلا راحت عليك وكده اهوت، فلا خلاص دي راحت يعني. ولو ان مفيش كده في الطيران ابدا، يعني مجرد ان عندك تذكره رجوع ممكن تدفع مبلغ رمزي على اساس ان انت ايه هتغير الطياره، لكن انت دافع حق تيكت الرجوع بتاعك يعني. فالبيان بيقول انك انت هتدفع تيكت الرجوع وهتدفع 14 يوم حجر صحي في مرسى علم، وإن ال 14 يوم الحجر الصحي مرسى علم لو أنت هتقعد في غرفة مزدوجة، يعني أنا لوحدي ما معيش مدام، فيجيبولي واحد يقعد معايا لا أعرفه ولا يعرفني من خلال الطيارة. لو أنت قعدت في غرفة مزدوجة 750 جنيه لليوم الواحد، لو انت قعدت في غرفة منفردة هتدفع 1500 جنيه في اليوم الواحد. يعني هم بيكلموني على اساس ان طبعا استحالة اني اقعد مع واحد معرفوش وندخل الحمام ونخرج من الحمام وانا بشخر وهو ممكن ينزعج وقاعدين حجر صحي احنا الاثنين في اوضه واحده، والله اعلم اذا كان انا عندي كورونا ولا هو عنده كورونا. فشيء طبيعي ان لازم يبقى غرفه واحده 1500 جنيه في 14 يوم مع تذكره الطياره، يعني داخلين في 25000. حد سأل نفسه أنا عايش إزاي بقالي شهر وأسبوع أو شهر وأسبوعين من بعد موضوع الكورونا لغاية دلوقتي، إحنا عايشين إزاي؟ على فكرة في غير كتير، يعني أنا يعني يمكن أول مرة أطلع البث دوت، لكن كان في 3 بنات كانوا بيدرسوا هنا هوت، كانوا بيولولوا، فلوسهم خلصت، ما عندهمش غير أكل في التلاجة ومش عارفين يعملوا إيه. يعني كل واحد أدرى بظروفه وكل واحد أدرى بحياته ماشية إزاي في الفترة اللي احنا فيها دي، وكل واحد من خلال علاقاته أو ما عندوش علاقات قادر يعيش إزاي في اللي احنا فيه. هم مش دريانين، أو معنى أصح مش حاسين إن شهر وداخلين على أسبوعين عايشين إزاي، ومعنا فلوس ولا ما معناش، بناكل ونشرب إزاي، قاعدين في بيت ولا مش قاعدين في بيت،
ومع ذلك بيطلبوا مننا مش أقل من 25,000 جنيه. والكلمة دي مهمة جدا، قبل ما تطلع الطيارة. يعني انتوا هتدفعوا الفلوس من قبل ما تطلع الطيارة عشان ما يحصلش زي اللي حصل للفوجين اللي فاتوا، سواء فوج الكويت او فوج امريكا او فوج لندن، وبالك فلأ الموضوع الفلوس هتركبوا الطيارة، مش هتدفعوا الفلوس مش هتركبوا الطيارة. فالكلام واضح، وده موجود في بند 2 من البيان اللي جه، وبند 3، يعني بند 2 وبند 3 مكملين بعض في اللي أنا بقوله ده. يا جماعة، يعني يمكن أنا بتكلم بهدوء، في غيرنا كتير غيري متعلقين. يا جماعة حسوا، يعني 25,000 جنيه والفلوس اللي دفعناها هنا والحياة اللي عشناها هنا، أرجوكوا حسوا بينا. يا رئيسنا احنا متعلقين، رجعنا. ده كل اللي انا اقدر اقوله. اشوفكوا على خير.